يا مساء السعادة، هنتكلم النهاردة عن مهندس مصري غير عادي، بنحط اسمه على باب الوزير. مهندسنا النهاردة هو فنان ومهندس اشتهر بأبو العمارة القبطية في مصر، وأصبح متخصص في عمارة الكنائس لأنه قام بتصميم الكثير من الكنائس والأديرة. لا ده كمان قام بإنشاء متحف محمود مختار وعدد من بنايات وسط البلد، لكنه بعد المهندس واصف كان حريص على تنمية الحس الإبداعي عند الأطفال، وكمان تنمية الحس المهني، فقام ببناء مركز للفنون، فخلى الأطفال يبتدوا يتعلموا على أنوال صغيرة، وبعدد قليل من الخيوط، وبألوان برضو قليلة، ونوعيات خيوط سهلة في التعامل، وبمرور الوقت تكبر الحاسة الإبداعية، ويكبر معاها الشغل، ويبدأ الشغل على الأنوال الكبيرة، اللي بيشتغل عليها أكتر من فرد، وبأنواع كتيرة من الخيوط والألوان. اللي بدورها هتخرج أعمال إبداعية مميزة. وبعد وفاة رمسيس واصف سنة 1974 كملت زوجته صوفي العمل والإشراف على المركز لتستكمل حلم الفنان، وليصبح كل إنسان في الحرانية فنان بالفطرة، بيخرج أعمال متفردة يستحيل تكرارها مرتين. كمان نجحت في إضافة العديد من الصناعات اليدوية التانية زي صناعة الخزف اليدوي والأغطية والملابس اليدوية، لتكون كل أعمال أطفال الحرانية المميزة والفريدة في جميع أنحاء العالم. كان المهندسان حسن فتحي والمهندس رمسيس واصف اشتركوا في مشروع القرنة بالأقصر، ولكن بسرعة انسحب واصف، وده قبل ما يبدأ البناء، لأنه اختلف مع المهندس فتحي صاحب المشروع والفكرة الأصلي، وقال له المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، خلينا أصحاب أحسن. والانسحاب ده ما كانش عشان إنهم اختلفوا بشكل علمي، لا بالعكس، ده الانسحاب كان لأنهم هما الاثنين كانوا مبدعين، وكل واحد فيهم كان محتاج حرية لإبداعه، لأن كل واحد منهم كان في حد ذاته مدرسة، وكان علامة في مكانه، وكان في فنه حكاية، وكان في رؤيته عبقري، وكان في هندسته فخامة. علشان كده الشراكة بينهم ما كملتش رغم الصداقة والمهنة الواحدة اللي جمعت بينهم. اللي حصل بعد كده إن المهندس حسن فتحي أبدع في عمارة الفقراء، وكنا اتكلمنا وعملنا عنه حلقة قبل كده، وخد خط معماري سابق عصره. أما واصف فأفكاره المعمارية معرفش ينفذها غير لما اشترى قطعة أرض في قرية الحرانية اللي أقام عليها مركز للفنون، قام فيه بتعليم أطفال القرية بعض من الحرف والمهن اللي كانت بيبان فيها روعة وجمال الفنون اليدوية. وكان من أبرز المنتجات اليدوية السجاد اللي مرسوم عليه رسومات بدائية، واللي بقى موجود في كل أنحاء العالم، وده علشان شدة جماله وإتقان صنعته. وكان المهندس واصف مهتم بتعليم الأطفال المهن والحرف دي، علشان كان بيؤمن إن بداخل كل طفل مصري فنان أصيل، وإن ضروري إننا ما نتدخلش في إبداع الطفل علشان يخرج بفطرته لوحته الفنية الخاصة بيه. كان واصف بيستقبل أطفال القرية من غير ما يميز بينهم، بس كانت مهمته الأساسية هو ضروري غرس الثقة بالنفس داخل كل طفل علشان يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي وبشكل فطري. عرف رمسيس حقيقة عبقرية الطفولة المجردة من الصناعة والتصنع، فوقف في ساحة متحف اللوفر العالمية بباريس عام 1976 وعرض رسوم أطفال الحرانية في الصالة المقصورة، وعرضها على عبقرة الفن علشان يقنعهم ويقنع العالم كله بإبداع الطفل المصري. وبمنطق قال فيه: تركتهم يعبرون في براءة عن أنفسهم.
عام 1911 في أسرة تهتم بالعمل السياسي، وكان بيتردد في البيت دايما كلمات زي الأمة والدستور والعدالة والاستقلال. والدة واصف كانت بتنتمي لعائلة باسيلي الطوخي من طنط. والتحق رمسيس واصف في سن السادسة بمدرسة الليسي بالقاهرة، وحصل على شهادة البكالوريا سنة 1928. في البيت ده كانت الثقافة والفن مناخ عام، واللي أصل ده في الطفل رمسيس أبوه هو المحامي ويسا واصف، رئيس شرف جامعة الخيال للفنون والتصوير والرسم، ومن رواد صالونه الثقافي المثال والنحات محمود مختار اللي كان بيشتغل في الوقت ده على نحت تمثال نهضة مصر اللي كلنا عارفين. وكان الأب ويسا واصف أحد أعضاء اللجنة اللي تشكلت للإشراف على إقامة التمثال، والحديث عن نهضة مصر والهدف القومي الواحد وحرية التصويت وسيادة الفن ودور النحت العظيم وأهمية تفرغ الفنان ورعاية المواهب الفذة. وكان بيتابع عن قرب الطفل رمسيس كل المواضيع الهامة دي، رمسيس بيتابعها بشغف كبير عشان تظهر عليه الموهبة الرائعة وهو ابن 15 سنة. فكان الكل في البيت بيلقبوه بالفنان، ومن الوقت ده اتولدت عنده رغبة الاقتداء بالفنان المثال والنحات محمود مختار. وكمان اتحقق الارتباط بين رمسيس وبين الفنان محمود مختار لما الدولة أسندت للمهندس رمسيس واصف بناء متحف للفنان محمود مختار بعد وفاته، اللي استوحى رمسيس لواجهاته عمارة معبد الكرنك، وخلى الزائر للمتحف يحس إنه ماشي جوه معبد فرعوني عتيق، حيث تصحبه مشاعر الرهبة والغموض. المصرية الشخصية المستمدة من المناخ والتراث، فكانت عمارة قرى النوبة المبنية بالطوب اللبن والمسقوفة بالقباب هي الإجابة والنتيجة اللي وصل ليها بعد بحث طويل عشان يسيب التنفيذ للمهندس صديقه حسن فتحي. ورمسيس ما عرفش يحقق نظريته في البناء إلا بعد ما خد حتة الأرض بتاعة الحرانية اللي بنى عليها مركز الفنون، واللي بناه بمساعدة بنايين من النوبة، وعمل الفنانين من الطوب اللبن مسقفة بالقباب لتوفير الجو الجميل والرطب. رمسيس كان بيشوف ان البناء لابد ان يعكس الاحساس العميق بالطبيعة ومحاكاتها، وقد حصل النموذج المعماري لمركز الفنون على جائزة منظمة الأغا خان الدولية سنة 1938 لما شكلوا لجنة لبناء كنيسة السيدة العذراء بالزمالك برئاسة المستشار اسكندر قصبجي، وقع اختيارهم على رمسيس ويسا واصف لبنائها، وفعلا انجزها كتحفه معماريه لانه بناها ما بتعبرش عن الديانه القبطيه المسيحيه فقط، ولا حتى عن الديانه الفرعونيه القديمه، ولا حتى عن العماره الاسلاميه، بل بناها بطريقه بتربط ما بين الديانات في حوار بنائي رائع. فالواجهه الاماميه مثلا بتجمع في وقت واحد بين البوابه الفرعونيه للمعبد بشكلها المسطح المستطيل، وبين ايوان يمثل مدخل الجامع الاسلامي، وقبة مكورة بتشير إلى الكنيسة القبطية. كذلك الواجهات الجانبية يوجد فيها شبابيك الكرنك الطويلة، واللي بتفصل بينها أعمدة بداخلها إشارات بتوحي بأنها أعمدة معبد فرعوني أو مسجد أو كنيسة، وأعلى تلك الشبابيك نماذج أخرى بتوحي بنوافذ الجوامع والكنائس. كذلك برج الكنيسة نفسه بيجمع في مظهره بين المسلة الفرعونية والمئذنة الإسلامية وبرج الكنيسة. وبينال المهندس رمسيس ويسا واصف جائزة الدولة التشجيعية في التصوير عام 1961، وده لتصويره رحلات صيفية في أوروبا ولزيارته متاحف وعمائر إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وشمال أفريقيا وسويسرا. إيه الجمال والعظمة دي؟ ناس ما كانتش الهندسة شغلانة بالنسبة لهم، الناس دي كانت بالنسبة لهم الهندسة فن وإبداع. ودي كانت حكاية المهندس رمسيس ويسا واصف. أشوفكم في حلقات جاية تانية كتير. دمتم سعداء.